روحكم يا شباب، طولوا روحكم، طولوا روحكم. السلام عليكم يا إخوان ورحمة الله وبركاته. إحنا جئنا لهون لنعلن موقفنا، وأعلنا قبل مدة إنه إحنا مع أبو كمال. وكل أهالي عبلين بتعرف إن ما عندناش موقفين، عندنا موقف واحد. هذا لكل أهالي عبلين والمنطقة بيعرفوا إنه إحنا عندنا موقف واحد. أما نروح مع واحد ما فيش بديل غيره. كل أعداء كل المرشحين للقائمة، أبو حسام حبيبنا وأبو كايد وكل المرشحين وعدنان حسن وكل المرشحين معلنين معانا إن هن مع أبو كمال، وهذا ما فيش عليه شك. ولكن الآخرين بيعملوا بلبلات كتير، بيصطادوا السمك بالمي العكري. هاي الوجوه الغانمة والطيبة اللي اجت معانا واللي بعدها كليات مأيدين أبو كمال للرئاسة. وهاي الإخوان التانين اللي بيحكوا على الزفتة وبيحكوا على العمل وبيحكوا، أبو كايد الوحيد اللي قال بجلسة من الجلسات وتاريخها عنا، إحنا بدنا نزفت كل شوارع عبلين. إحنا مش ضد الزفتة. المدرسة الثانوية إحنا اللي جبنا العشور، عبد الله خطيب اللي جاب العشور، بدهاش وزارة المعارف تنطي العشور للمدرسة الثانوية. وهذه عليها شهود، واللي عليها شهود. إحنا لا نبدر إخوان 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 إحنا لا نريد التبدير، إحنا مع الصحيح. لا نريد التبدير، إلا إله حق للبلد يأخذه، إلا ما لش حق ما يخدش. إحنا مع العمل للبلد، لعل شو السلطة المحلية، لأن بدنا نجي على السلطة المحلية مشان نقعد على الكراسي ونشرب قهوة. إحنا بدنا نجي على السلطة المحلية تنخدم بلدنا، ولا تنخدم بلدنا. فأنا اللي بقوله إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله رب العالمين، بدنا نعمل وليس نحكي، بدنا نجتهد ونفوت على كل بيت ونعمل كل جهدنا، نطلع أبو كمال رئيس ونطلع للأعضاء. وبتأمل من الجميع ومن الشباب، بلاش حدا ينحك بالتاني، بلاش نعمل أشياء اللي هي مش قانونية. بطلب من الجميع الهدوء، عنا وعندكم وكل أهل عبلين اللي نازلين، بطلب منهم الهدوء. كل واحد يشتغل بالهدوء وبكرامة بدون مشاكل. وإن شاء الله يا أبو كمال مبروك، ونلتقي بيوم الانتخابات. شكرا للجميع وشكرا لأهالي عبلين.